قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. البيت حبا وعرفانا وانشر صحائفهم نورا وريحانا للتقاطمهم يمنا وإيمانا والله زكاهم وحيا وقرآنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إن الحديث عن قضايا الغيب وما سيكون في آخر الزمان مما يزيد الإيمان ويدعو المسلم إلى الاستعداد لهذه الأحوال. ومما سيظهر في آخر الزمان رجل صالح يدعى محمد المهدي، والأحاديث في ظهوره مستفيضة، فما أخبار هذا الرجل الصالح؟ ذكرنا في الحلقة الماضية أن الشيعة الاثني عشرية تعتقد بأن المهدي هو محمد ابن الحسن العسكري، وهو حي منذ ولادته حتى يومنا هذا، لكنه غائب عن الأنظار، بينما نحن أهل السنة والجماعة نخالفهم في ذلك من حيث نسبه واسمه والزمن الذي سيظهر فيه وبعض أخباره. أما اسمه فهو محمد ابن عبد الله الإمام الصالح والخليفة العدل، يعرف بالمهدي من ذرية فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ولد الحسن ابن علي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. رواه أبو داود وصححه الألباني. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. رواه أحمد وصححه الألباني. أو يصلح الله أمره ويرفع قدره في ليلة واحدة، حيث يتفق على خلافته أهل الحل والعقد فيه. وقيل معنى هذه الجملة أن الله تعالى يتفضل عليه بتعليمه وإرشاده والتوبة عليه في ليلة. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام صفاته الخلقية فقال: المهدي مني أجلى الجبهة أقنى الأنف. رواه أبو داود وصححه الألباني. ومعنى أجلى الجبهة أي أنه عريض الجبهة لانحسار الشعر عن مقدم رأسه، ومعنى أقنع الأنف أي طويل الأنف مع دقة في أرنبته وحدب في وسطه. طيب، متى سيولد المهدي؟ هذا الأمر علمه عند الله، وإنما يكون ذلك في آخر الزمان قرب قيام الساعة، إذ خروج المهدي من أواخر العلامات الصغرى لقيام الساعة. أما عن زمن خروجه فقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن المهدي سيخرج في زمن ملئت فيه الأرض ظلما وجورا، يظهر بعد فشو الفساد وكثرة المنكرات واستفحال الظلم وقلة العدل، فيصلح الله على يديه أحو أهل هذه الأمة ويؤيد به الدين. وأما عن مدة بقائه في الأرض فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: يخرج في أمتي المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطي المال صحاحا وتكثر الماشية وتعظم الأمة يعيش سبعا أو ثمانية. رواه الحاكم وصححه الألباني. أي تكون مدة بقائه سبع أو ثمان سنين، يملأ الأرض خلالها عدلا
كما ملئت جورا وظلما. فظهور هذا الإمام من رحمة الله عز وجل بالأمة في آخر الزمان، نسأل الله تعالى أن يعصمنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأما مكان خروجه فقد دلت الأحاديث على أنه يخرج من جهة المشرق، وعند خروجه لا يكون لوحده بل يؤيده الله بأناس من أهل المشرق يحملون معه الدين ويجاهدون في سبيله بعد أن يبايعوه عند الكعبة. يقول ابن كثير: ويؤيد بناس من أهل المشرق ينصرونه ويقيمون سلطانه ويشيدون أركانه، وتكون راياتهم سوداء أيضا، وهو زي عليه الوقار. فالأمة في عهده ستشهد مرحلة من الرخاء الاقتصادي لم تشهد له مثيل من قبل. تخرج الأرض بركتها وتنزل السماء ماءها ويعطي المال بغير عدد. قال ابن كثير: في زمانه تكون الثمار كثيرة والزروع غزيرة والمال وافرا والسلطان قاهرا والدين قائما والعدو راغما والخير في أيامه دائما. لكن علينا أن نعلم أن إيماننا بخروج المهدي لا يدفعنا إلى ترك العمل اتكالا عليه وانتظارا لخروجه، بل النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا به ليبعث في نفوسنا الأمل عند اشتداد الكرب وظهور الكفر وكثرة الفتن. قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني: خروج المهدي لا يستلزم التواكل عليه وترك الاستعداد والعمل لإقامة حكم الله في الأرض، بل العكس هو الصواب، فإن المهدي لن يكون أعظم سعيا من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي ظل 23 عاما وهو يعمل لتوطيد دعائم الإسلام وإقامة دولته. فماذا عسى أن يفعل المهدي لو خرج اليوم فوجد المسلمين شيعا وأحزابا؟ لما استطاع أن يقيم دولة الإسلام إلا بعد أن يوحد كلمتهم ويجمعهم في صف واحد، وهذا بلا شك يحتاج إلى زمن مديد الله أعلم به. فالشرع والعقل يقتضيان أن يقوم بهذا الواجب المخلصون من المسلمين، حتى إذا خرج المهدي لم يكن بحاجة إلا أن يقودهم إلى النصر. فخروج المهدي بهذه الصورة لا يجبع المسلمين أن ينتظروه أو يتربصوا به السنين، فظهوره لا يلغي الشرائع ولا ينسخ الأحكام، ومن تباطأ فيما وجب عليه متذرعا بانتظار المهدي فقد خالف نهج المسلمين، والله أعلم. وبهذا انتهينا من سلسلة حلقات برنامجنا حول رأي أهل السنة حول الأئمة الاثني عشر عند الشيعة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تهتز أغصانا غنى الزمان بهم للمجد ألحانا، هذه رياضهم تهتز أغصانا، علما وتعليما تقوى وإيمانا، إني أحبهم قربا وإحسانا، إني أحبهم قربا وإحسانا.